لا اكون محتفظ بصدارته. ضمك ما احتاج حيعاني ضمك هناك. ضم حيعاني، انا بعرف، انا كنت في الشرقيه وبعرف جمهور الشرقيه وبعرف الاتفاق تماما. نعم. قضيت فتره هناك وبعرف الجمهور في المنطقه الشرقيه، جمهور الاتفاق بالتحديد. نعم. المباراه بكره صعبه على ضمك، فضلك انا في ضمك تخيل بكره. وضمك امام تحدي كبير جدا، اذا عايز يواصل يعني في صداره. نعم. الترتيب لازم يجيب الثلاث نقاط طبعا. نعم، لكن انا افتكر صعب عليهم على الاتفاق. نعم. وبالذات في 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 المنطقه الشرقيه. نعم. في مدينه الامير سعود بن جرير الرياضي بالخبر. نعم. انا بعرف جمهور زي ما ذكرتك جمهور الاتفاق وجمهور الشرقيه، فرغم انه ضمك فرق كثير في النقاط، الاتفاق عنده 10 نقاط، ضمك. نعم. 18 نقطه. نعم. لكن ضمك بعد الاتفاق كان منتشي اخر. نعم. مباراه فايز فيها على النصر. نعم. وكان هنا في الرياض. نعم. ارض النصر باعتباره في ارض النصر، وهناك الملعب في الشرقيه غدا مع اتفاق جاب 3 نقاط من ملعب النصر من الرياض، من الصعوبة. نعم. يخسر في ملعب لا صعب صعب. أنا بقول ضمك. نعم. ضمك خلاص يعني عرف. أتمنى أنا نتمنى سنشاهد ما يعني مواجهات مثيرة صراحة. دوري يعني قوي جدا، لا تستطيع كما ذكر الزملاء ونذكر دائما أنك تتوقع نتيجة أي مباراة. وحديثنا يدلل أنه ضمك في صدارة ترتيب دوري المحترفين بنتائج مميزة جدا، وهو في امتحان كما ذكرت صعب جدا.